كنشكر الصحافة، الله يجازيهم بخير اللي داروا التضامن الإنساني، التضامن الإنساني مع معايا الله يجازيهم بخير. وكنشكر سعادة السيد المدير الإقليمي نعم اللي خدم معايا ورد لي بنيته ديالي المدرسة، الله يجازيه بخير. وكنشكر رئيس جمعية الآباء الله يكثر خيره اللي مثلني أحسن تمثيل، الله يجازيهم بخير. الحمد لله كنحمد الله اللي ولات بنتي الدراسه ديالها. نعم دابا الحمد لله البنيته كيفاش دايره النفسيه ديالها وكيفاش؟ اللهم لك الحمد، الحاله النفسيه ديالها راه غادي تبدا تراجع شويه بشويه، دابا الحمد لله راه كتاخذ الدواء ديالها اللي خرج لها الطبيب، وان شاء الله باذن الله ما غيكون غير الخير ان شاء الله لك تبارك الله. نعم الحمد لله. حنا قبيله مشينا تلقنا المدرسه بطبيعه الحال وشفنا البنيته خارجه من المدرسه بطبيعه الحال، دابا الامور مزيان، شنو ممكن تطمئن الناس تقول لهم؟ كنطمئن الناس، اول شيء كنشكر المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن على التضامن ديالهم اللي تضامنوا مع هذه البنيته هذه اللي هي بنتهم. وكنشكر الاساتذه وكنشكر جميع اي مسؤول كيقوم بالمهام ديالو، الله يجازيكم بخير، شكرا، الشكر والتقدير. نعم ما غنهضروش حنا في الحيثيات بزاف، انت حسب الرغبه ديالك بطبيعه الحال. نعم نعم غير بخلاصه، الناس راه عارفين شنو وقع بطبيعه الحال. ايه انت كخلاصه شنو وقع كخلاصه، يعني ما انت ما غتجبد حد بالاسم، ما غت هذا كخلاصه شنو وقع؟ كخلاصه داك الشيء اللي وقع راه شفتوه في الاعلان. نعم الصحفه. نعم اللي جات عندي الله يجازيهم بخير. نعم وسيد الدكان المدير الله يجازيه بخير، الله يهديه الله يهديه، يتعامل بلطف مع وليدات الناس، هذا نعم. هو اللي كان نوجه له من هنا. نعم. يتعامل مع وليدات الناس بلطف، راه هذا الشيء كان. واش انت بالنسبه لك، انت ليك واش كان وجه لك شي هضره ماشي هي ليك ولا البنيته؟ بيني واش ليك ولا البنيته؟ ما بيني وبينه الا الخير والاحسان. نعم. وما كيعرفني، ما كنعرفو حتى ذاك النهار اللي كان واقع المشكل البنيته. نعم. ما بغاش تقول لنا شنو واقع، وحتى وقع في المدرسه، وراه حاجه وحده اللي راه غادي نطلبها منه ان شاء. نعم. الله باذن الله، وراني غنطلبها من عند وكيل الملك وغادي نعودها، وهو تسجيل الكاميرات كنطلبوا من الاول. كاين الكاميرات؟ كاين الكاميرات في المؤسسه، هو اللي غنطق بها، وباغي الكاميرات من الاول من قبل من المشكل نهار السبت، وباغي الكاميرات نهار السبت باش حتى لا كنت انا غلط في حقه نتعاقب. نعم. انما راه حنا نعم تابعين. نعم. احنا في دوله القانون. نعم. وكنطلب النهار ديال اللي جيت عنده في مفوض قضائي الكاميرات، خصني داك اللي فاش خرجت انا مفوض قضائي شنو دار. نعم. داك الشيء اللي دار. اذا السلام عليكم الاخوان والاخوات المغاربه، اي حد غادي يشوف هذا الفيديو هذا، تنتمنى انكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. اذا الاخوان والاخوات، فهذا الفيديو كيف ما لاحظتوا هذا اخر خروج اعلامي ديال الاب ديال التلميذه حنان، اللي تم التوقيف ديالها من الدراسه بسبب ديال الحجاب. هذا الموضوع اللي انا انفو سمعت هذه القضيه هذه قلت مستحيل ان غادي يكون هذا هو السبب حقيقي، على الرغم من ان الى هضرت ودافعت على الراي ديالي ووجهه النظر ديالي كلامي ما غاديش يعجب بزاف، لان كاينين بزاف ديال الناس اللي تيبغيو اي حاجه ديال الفتنه يركبوا عليها وتحاربوا اي حد بغى يقول واحد القول ديال الحق او لا قول ديال المنطق او لا قول ديال وجهه. لان انا كيبان ليا وقلتها البارح في واحد اللايف، في اللايف ديال هذا الموضوع هذا، قلت بان ما يمكنش كاع هذوك الناس العقلاء، ناس في التعليم واطر في التعليم اللي تيشكلوا ذاك المجلس التاديبي، انهم غادي ينوضوا وغادي يظلموا تلميذه بسبب الحجاب. وتكلمت على المعطيات الاخيره اللي توصلت لها اللجنه الخاصه اللي تبعتات لهذيك الاعداديه، سهب الورد، قاسم امين سهب الورد، من اجل التقصي، واللي اكتشفت حقائق اخرى عكس هذا الموضوع ديال الحجاب، واتضح بان ماشي المجلس التاديبي ولا التوقيف اللي كان اتخاذ او اللي كان غادي يتخاذ في حق التلميذه ما كانش راجع بالاساس للقضيه ديال الحجاب، بل اكثر من هذا ان هذه اللجنه هذه وصلت في النتائج ديال التقصي ديالها ان التلميذه ذاك النهار فاش وقع لها ذاك الاشكال مع الاستاذ، ف يعني زاولات هذيك الماده في هذيك اللحظه، يعني لقاوها بان يعني دوزات هذيك الحصه اللي كان يعني يتكلم معها الاستاذ في هذه القضيه ديال الحجاب. هنا هذه القضيه ديال الاستاذ بوحدها في وسط هذا الموضوع، لان هذا الموضوع انفجر بسبب توقيف، بسبب مجلس تاديبي،
لأن عملية التوقيف كانت نتيجة الهجوم ديال الأب والتلميذة والوالدة ديال التلميذة على المدير، لهذا ناض هو ومشى ودار بهم هذا المجلس التأديبي، يعني هجموا على المدير بالسب والشتم، وأيضا دار واحد الشكوى عند المصالح الأمنية، يعني واحد الشكاية عند المصالح الأمنية. هذا الشيء اللي لقات هذه اللجنة الخاصة اللي تبعتات هذيك المؤسسة خصيصا باش أنها تبحث في هذا الموضوع، لأن أنا استغربت. علاش؟ علاش استغربت؟ لأن ما قبلهاش ليا العقل ديالي والفكر ديالي أن يعني مجموعة ديال الراشدين أطر تربوية، ناس على الأقل خاص يكونوا فيهم واحد جوج ولا ثلاثة عقلاء اللي غادي يمنعوا هذا الأمر هذا، وما يمكنش أنهم كلهم يتفاهموا على تلميذة بسبب الحجاب. راه ما يمكنش، راه التصديق ديال هذا الأمر هذا راه واحد فيه واحد شوية ديال الغباء. الإنسان اللي غادي يصدق هذا الأمر هذا وأن فعلا راه بسبب الحجاب وكذا وكذا، دونك راه واحد الإنسان اللي غبي أولا كينتظر هذه الفرص ديال الفتنه باش انه يركب على الموجه وينال التأييد. انا عارف بانني بزاف ديال الناس غادي يقولوا لي لا هادشي اللي ما غاديش يتوافقوا مع الكلام ديالي، وغادي يبان ليهم انا يعني كنتكلم يعني بحال كندافع على واحد، وانما انا كنقول داكشي اللي امن به الفكر ديالي والمنطق ديالي واللي جاء متوازي مع هادشي اللي وصلت ليه اللجنه الخاصه اللي تبعتها. غادي نرجع للحديث ديال الاستاذ، ما كنظنش ان هذيك التلميذه هي الوحيده اللي تقرا في هذيك المؤسسه بالحجاب، وما كنظنش ان هي التلميذه الوحيده اللي تقرا عند هذاك الاستاذ ودايره الحجاب سواء ديال التربيه البدنيه سواء اي حاجه. فلهذا فما كنظنش ان الحديث ديالها كان راجع، ربما هذيك الكلمه تقال مثلا انا يجي عندي واحد السيد لحيه وقوالبي غدار، غادي يقول لي ما احترمتيش ليا اللحيه ديالي، غادي نقول لي ما تحترمش انا اللحيه ديالك، انت ماشي اللحيه ديال الصدق. انا ما تنقصدش التلميذه، بعيد كل البعد على التلميذه، التلميذه مازال في حد لاج اللي خاصها واحد الحمايه نفسيه وحمايه فكريه وتربويه واجتماعيه كباقي التلميذات بنات الشعب، يعني بغض النظر على، ولكن مثلا واحد الاستاذ قال لها التلميذه هذه في واحد اللحظه، هذيك الكلمه ما تيعنيش انه اي وحده ولا اي واحد داير الحجاب راه هو ضد هذيك الفكره، ربما قصد واحد المعنى اخر، لكن باش اننا يعني نجيو ونبداو نركبوا في الامور ونستغلوا ونشعلوا العافيه قبل ما تطفوا تبان الحقائق وتطفي لهاد العافيه هذه، كنجيو كنبداو نشعلوا في العافيه بلا ما نتبينوا الحقائق غير باش نركبوا على الامور اللي عارفين حنا ديجا بان الشعب غادي ينوض وغادي يأيدنا وغادي يقول لنا واه خاصو هذا التوقيف، خاصو يتوقف على التعليم، خاص كذا لانه حبس الدريع الحجاب. راه ما كنظنش اخواني اخواتي ان كاين شي انسان مغربي ولا شي استاذ غادي ينوض وغادي يدير التصرف هذا. اولا غنخاطب غنخاطب الناس اللي تخدموا العقل، لان عمليه التوقيف ما تتكونش بايد المؤسسات ولا الادارات، تتكون بايد المديريات الاقليميه، هي اللي كد عندها الحق تعلن توافق على توقيف تلميذ ما او لا تلميذه ما. هذا السبب الاول، لان الاستاذ ما يمكنش غادي يراهن على راسه وغادي يحبس واحد التلميذه يعني وعارف ان المساطير كتجرب هذه الطريقه هذه. ثاني حاجه فكريا اخواني اخواتي عقله، يعني الانسان يخدم العقل ديالو وانه يفكر مزيان ويشوف. اكيد كاين شي مشكل ما بين الاب وجمعيه الاباء والاداره، يعني عندهم مشاكل لدرجه انهم كيطالبوا كيف ما قلت البارح في اللايف كيطالبوا بالكاميرات وهذه الامور هذه. فهاد الكاميرات فعلا غادي تفك بزاف ديال الامور، لكن انا اللي بغيت نركز عليه في هذه القضيه هذه هو ان الامر ماشي بسبب الحجاب، وهذا الضجه كلها ماشي بسبب الحجاب. الحجاب غير واحد جزء أثير في هذه القضية هذه اللي كيف ما عرفنا أن شغلات الرأي العام، لأن المدير راه داير شكاية بالأب قبل ما تفجر القضية، غير باش نعرفوا. كنتمنى أن هذا الأب والإدارة يوصلوا لواحد الحل صالح التلميذة بلا ما يمشيو في هذه الأمور الأمنية، أنهم يديروا واحد تسامح بيناتهم، يتسامحوا بيناتهم بالعربيه تعربت، هذه الجمعيه ديال الاباء تدخل وتسامحهم ما تخليش، لان الاب
كيبان لي ان الانسان ضعيف، الانسان اللي ضعيف ودرويش راه صعيب، صعيب انك تدخل في هذه الامور هذه، لان ما حتى الركيزه ما كاينش ركيزه صحيحه، لان صحيحه باش ان يعني تقدر تكون الامور كلها معاك والادله القانونيه معاك. فاول بحث تقصي ديال اسمه خرجت لنا المديريه الاقليميه قالت لنا اخبار اخرى، اللي بينت لنا واحد تكذيب على الراي العام او لا محاوله يعني تحجيم القضيه وجعلها مشكل ديال الحجاب من طرف يعني الاب اللي خرجوا الاعلام بهذه الطريقه. كان افضل ان انا كنهضر صريح، كنهضر بكل وضوح وبكل صراحه، وعارف ان بزاف ديال الناس ما غاديش تعجبهم الهضره ديالي وما غاديش يتفاهموا معايا وما غاديش يقبلوا كلامي وما غاديش يهضموا هذا الشيء اللي تنقول، ولكن انا كنعاهد نفسي انني نقول داك الشيء اللي كيبان ليا. علاش؟ لان المشكل كانت شكايه ديال المدير بالاب قبل ما يخرج الاعلام، اشنو ندير ما ندير، نقول نرجع للمشكل ديال الحجاب اللي وقع مع انت اني هنا فين 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 كاين الاخطاء. هذا الافضل ان الجمعيه ديال الاباء تدخل وتسامح هاد الناس هادو، وهاد الامور هذه راه ما يمكنش، راه ما كايناش، ما كندوش انا هذيك هي التلميذه الوحيده اللي تقرا في هذيك المؤسسه بالحجاب، اكيد كاين بزاف. وحتى هذيك القضيه ديال سخافت وضغط وهاد الامور هذه انا جاني مبالغ فيها، هادشي علاش على اي الاخوان والاخوات. فكيف ما شفتوا حتى الاب ما تلاش قدر دابا في هذا الخروج اخر خروج اعلامي انه يتكلم هكاك، لانه عرف انه ارتكب خطا. بكل صراحه كاين خطا خاص يعترف به الاب، وخاص المساله تمشي للتسامح، لان افضل انها تمشي لهذا التسامح، هذه تمشي لهذا الاتجاه ديال انهم يتسامحوا. وخرجت انا باش نقول هذه الامور ونقول كلامي كيف ما انا مامن به، لان غاضني نفسي انني نشوف بعض دعاة العلم تتكلموا وركبوا على الموجه وباقين وما شادين في الحجاب على الرغم من خروج الحقائق، باقين وما بغاو يثيروا الفتنه على الرغم من خروج المعلومات الصحيحه والابحاث الحقيقيه اللي خرجت واللي تم الاعلان عليها للاسف الشديد. الى هنا الاخوان والاخوات جيت الختام ديال هذا الفيديو، ختاما كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، وكندعوكم انكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، ايضا بالاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي تنقوم بها. وخير الختام، السلام والسلام عليكم.